اهلا بحضراتكم من جديد. مع مجلس الاداره الماضي برئاسه المهندس محمود طاهر، لو تتذكروا حضراتكم ابان مناقشه مشروع لائحه النظام الاساسي، ملك وكتابه كان له موقف وكان له وجهه نظر، وكانت وجهه نظر منحازه لمصلحه النادي على الاقل من وجهه نظرنا، في بنود اللائحه وفي نصوص الجمعيه العموميه. حتى لما اجتمعت للانتخابات أكدت فعلا أنه المسألة كان فيها من المخاوف ما يكفي لإقبال هذه الأعداد الكبيرة جدا من أعضاء النادي والتصويت بما أفرزته أو بما أسفرت عنه الانتخابات. وقتها ملك وكتابة المهندس عدلي القيعي أثار فيها في أكتر من حلقة خطورة الاختراق الإعلامي للنادي الأهلي، احتديت في احدى الحلقات بشكل عنيف جدا وتقريبا ذكرت اسماء من سنه بالظبط. طيب يمكن هو ما يفتكرش، لا نحاول نفكره ازاي، بس فكر الناس، نحاول نفكره باللي اتقال وقتها عن خطوره الاختراق في الاهلي. والاختراق ها؟ والاختراق ينفع النادي الاهلي يبقى مخترق؟ النادي الاهلي مخترق 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 مخترق. أرد عليك النادي الاهلي مخترق 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 في اجهزته العامله ومخترق في اعلامه. خلاص ما تقاصرنيش، انا مش بقبل. لا يا فندم انا لا انا دكتاتور في دي، ده رايي. لا هقول رايي. النادي الاهلي وجهه نظر، وجهه نظر. النادي الاهلي وانا قلت لمحمود طاهر الكلام ده من سنه ونص يا باشمهندس، واللي ماشي قدام محمود طاهر في مدينه نصر صلاح يحيى صنيعه اسامه خليل، ما تقوليش انه مش مختار. اهدى عليها بس، لا مختار. اهدى عليها بس. ايه اللي مش مختار؟ انا لما اجي اتكلم عن الشياطين اللي كنت بتكلم عنهم ما كنتش فاكرك فيهم خالص. انا بس انا عايز بس اوضح عشان ما يبقاش انا قلت كلمه لا تقربوا الصلاه واسكت. اتفضل. يعني كمل. دايما لما اجي اتكلم عن اختراق، هذا الاختراق ينتج عنه مصايب. ما هي دي مصيبه. لا دي واحده. لا دي مصيبه. دي مش مصيبه. امال ايه؟ دي من المتغيرات يا سيدي، اصبر. يعني انا اقول ايه؟ يا سيدي انا صبر والله. يا سيدي انا اقول والله احنا عندنا النتائج في الفرق الرياضيه فيها كارثه نتيجة الاختراق ده. انت السنة دي بطل يا سيدي. لا ما يقدروش يلعبوا فيدي. طيب ماشي، تيجي تقول لي والله المجلس يا سيدي اصبر بقى. تيجي تقول ايه؟ تيجي تقول والله طيب. عندي تردي في المرافق. الله بقى عندي عندي مصيبة في الميزانية. لا. يا اخي خلينا اكمل. طب ما انا اللي هتقول لي طب خلي محمد الشرقاوي يقول النادي الاهلي الحر. مش هو محمد الشرقاوي ده مش في لجنة البرامج يعني؟ سؤال سؤال بس سؤال. في الحلقة دي الأستاذ بدر احتد جدا وبيدافع عن الزميل محمد الشرقاوي وليه حق، وكان شايف أنه ربما المهندس عدلي منفعل زيادة أو متحامل على محمد الشرقاوي. كان وقتها محمد الشرقاوي مسؤول في القناة. ده أنا حتى الأستاذ جمال العاصي أنا متذكر بقية الحلقة بيقول لي مخترق. قلت له والله إذا كانت لجنة البرامج اللي في القناة كلها زملكاوية وقاعد فوق محمد الشرقاوي بيعمل إيه فوق؟ بيحب الاهلي، طب خليه يقول الاهلي نادي القار. ما قلت له كده، وقلت له خلي اسامه خليل يقول الاهلي نادي. قلت له الناس دي خطورتهم مش النهارده، خطورتهم بكره لما المجلس ده ما يبقاش موجود. ايوه، لان هم دلوقتي موجودين لغرض انه بيخدموا على شخص مش بيخدموا على النادي. ايوه، لما يمشي الشخص علاقته بالنادي هتبقى علاقه اللي خدوا اسراره يطلعوا يحاربونا بيها. هو اللي بيحصل النهارده. طب ما الناس ايه اللي بيحصل النهارده؟ ايه اللي بيحصل النهارده يا استاذ ابراهيم؟ كل كلمه قلناها على ارض الواقع. وخلي بالك لحد النهارده هم شغالين ومحترفين. محترفين؟ محترفين الاختراق لسه. بيقوموا بدور كبير جدا 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 وقلناه، وما بيتكلموش في اي حاجه غير عن النادي الاهلي اللي هو ما يخصهمش في حاجه دلوقتي. ما يخصهمش في حاجه. واخد بالك؟ لكن لازم احلل الكوين. ما انا قلت لك اعلام الكوين. حط لي اتكلم. شحن رصيد. انا قلت هذا الكلام. يطلع الاستاذ الشرقاوي يتطاول على النادي الاهلي؟ لا، خلافنا مع الكاتب والمكتوب. خلافنا طيب. المره دي يا استاذ هو هل لما الاستاذ بدر دافع على انه الشرقاوي الراجل مش زملكاوي وانه المهندس عادل القيعي ظلمه، طب ما نشوف الشرقاوي نفسه صنف نفسه الراجل ازاي؟ من وجهه نظري هرجع لك تاني. الشرقاوي انت اهلاوي ولا زملكاوي ولا ما بتحبش تعلن؟
انا على فكره في كل البرامج من سنه 2009 ساعه ما بدات اطلع في برامج وانا بقول انا زملكاوي حياه النعمه دي انا زملكاوي والله بطلع مع كل البرامج وفي قناه النادي الاهلي السنه اللي فاتت طلعت مع كابتن شادي محمد وقلت انا زملكاوي الاهلي انا مش زمالك اولى بيك يا ابني يعني انا عايز حاجه غريبه جدا ويطلعوا يشتمونا الغريبه بقى التجرؤ بقى احنا اللي بقيناش بنحب الاهلي وهم اللي بيحبوه ومشغولين قوي مهمومين على مصلحه النادي الاهلي وصلناهم الاستهانه يقول لك يعني ايه قيم ومبادئ ويفضلوا يرددوها لحد ما رئيس النادي وقتها يرددها ابان الانتخابات والنهارده بيضربوا في الحته دي والله لا يعنيهم النتائج يا ابراهيم صدقني يعنيهم الكلمه دي اللي مش هيقدروا يوصلوا لها ابدا ولا يخترقوها لانها محميه بتاريخ ومحميه بجمهور ومحميه بشعب هي اشياء لا تشترى لا تشترى ان ده تراثك مش هتقدر تفرط فيه عشان كده لا يجرؤ الضرب فيه بقى الضرب فيه كل ما يجي له فرصه واخد بالك وتليح الكلام والتشويه وبعدين حتى لما يجوا يقول لك واللي استفادوا يا راجل اتكلم ده انت الكوين هينط بتعاير ايه بس وبتتكلم في ايه؟ ما بلاش الله خلونا ساكتين طيب يعني فكره الانتماءات انا ما عنديش حجر فيها وكل واحد حر في انتمائه وكل زميل ليه تقدير واحترامه لكن أن يقود هذا الانتماء الأخ محمد الشرقاوي أنه في برنامج خاص بنادي الزمالك ما لياش دعوه بمين اللي بيقدمه ولا بتاع يعني المسألة أقل بكتير جدا من اللي احنا نتكلم فيها لكن أنه يقول اللي انتوا هتسمعوه على الأهلي عشان تسقط ورقة التوت تباعا عشان تكون دي ورقة التوت الأخيرة اللي تعرفه لما المهندس عادل انفعل ولما قعد يصوت بخطورة الاختراق كان تقريبا مستشرف خطورة الموقف وعارف اللي جاي وربما كان عنده احساس باللي هيتقال امبارح ولا تسمعوه واسمع بعد ما يتكلم اقول لك عايز اقول لك انه دي على كأس خادم الحرمين والكأس الثاني على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي قيمتين كبار جدا راس دول اكبر دولتين عربيتين فالطبيعي ان الامور تبقى ما عشان كده يا استاذ صبحي عشان الاسمين اللي البطولتين بيتلعبوا باسمهم لازم يتلعبوا ويتلعبوا مثلا من خلال الزمالك لازم يتلعبوا ان المفروض ان العلاقه بين مصر والسعوديه مش هتقف او هتبقى مرهونه بمجموعه من الهواه المقموصين من ناس في السعوديه فيرهنوا العلاقه بين مصر ومصر مش هي مجلس اداره النادي الاهلي طبعًا. مصر اكبر من اي شيء ومصر اعلى من اي اشخاص طبعا يعني مع احترامي الشديد لاي اشخاص ولكن اللي انا مزعلني يا استاذ احمد ان جماهير او بعض جماهير النادي الاهلي انا مش عايز برضو اعمم المساله لا يزالوا في حاله ضلال لا يزالوا مغيبين عن الحقيقه اشبه ببني اسرائيل يعني مع الفارق في التشبيه بعض جماهير النادي الاهلي ما بقولش جماهير النادي الاهلي كلها اشبه ببني اسرائيل في تاني بعد كده اشبه ببني اسرائيل بص الوقيعه الدائمه بين الاهلي وبعض الجماهير بعض الجماهير واخد بالك هو بعض الجماهير معاهم فالبعض الاخر اللي معانا ها بعض الجماهير عاملين زباني اسرائيل طبعا عادي يقول لك داخلين في جدول وداخلين في لكن التشبيه يا استاذ ابراهيم نفسه الغل اللي جواه وهو يتحدث ها مجموعه من الهواه تدير النادي الاهلي فتصل به الى نادي القرن تصل به ان يصبح متصدرا للمشهد الإفريقي تصل به أن يكون المنافس أو صاحب تبادل الكراسي الموسيقية على المركز الأول في الأكثر تتويجا تصل به الآن أن يتصدر الدوري في أصعب مواسمه وفي ظل معركة طاحنة على كل محدش جنبه غيره غير دراعه وجمهوره ومجلس إدارته وأعضائه فقط معدوش حد حتى الإعلام مفيش تصل به الأمر وهو يتصدر أفريقيا
بعد ما داعبتهم الامال ان يخرج من افريقيا فيكسب 4 مباريات متتاليه عشان يحدث الصاعقه على مستوى العالم. الناس محتاره من الظاهره دي، والفيفا يعلق والكاف يعلق ان الوحيد في افريقيا اللي خد 13 نقطه. لا انت 4 ماتشات ورا بعض، يعني تخسر 5 نقاط في اول ماتشين، تقوم 4 ماتشات ورا بعض تكسبهم داخل وخارج الارض وتتصدر بجداره. ربنا يستر على اللي جاي، احنا مش بنق ولا لكن بناخد بالاسباب. ما هي الاسباب التي ياخذ بها النادي الاهلي؟ انك امشي عدل احترع عدوك فيك، امشي على هدفك، مالكش دعوه، اللي يتكلم ما تسيبش حد يعطلك. لو انت بتجري وهتقعد تبص في للي وراك كده، انت هتتكعبل، هيجي واحد من شمالك يعديك. ما تبصش على اللي وراك، بص على الـ على الـ على الكاس المحطوطه لك او الدرع المحطوطه لك هناك، وخليك متشبع ومتشبس ومتمسك بقيمك وتقاليدك يحميك جمهور يثق فيك. والنهارده اللي بيعمله هذا الاعلام الزملكاوي، الراجل ده خد عضويه اعتقد في النادي الاهلي، هو والاخ محمد صيام اللي كل يوم التاني يبعت يشمت فينا، اللهم لا شماته. شماته في ايه؟ شماته في ايه يا ابني؟ انت تشمت في ايه؟ انت تحسد ما تعرفش تشمت. انت عليك ان تركز في الحسد، افضل احسد واحقد، لكن انت ما تشمتش، لان الاهلي بعيد قوي عن متناولك. ما هوش ماتش يا ابني، لما يخسر ماتش ما تقولوش شماته ومش شماته. انت وهو دول بقوا اعضاء في ظل المجلس اللي موجود، وقلنا خطورتهم ان يتسللوا الى دولاب العمل بتاعك، بقوا ياخدوا اللوائح بتاعت تفاكر لما تسربت اللوائح بتاعت عقود اللاعبين، فاكر خلاف علاء عبد الصادق ايه كان ابتدى ازاي مع المهندس محمود طاهر؟ لانه كان في وصايه من اسامه خليل على الكوره، فكان بياخد ويعلن. علاء الذي حارب 10 سنوات حتى ياتي بالمهندس محمود طاهر، وهو الذي قدمه ليه قدمه للكابتن صالح. تخيل وانت على يدك، تخيل ياتي اليوم يختلف معاه لما بعد عن كتالوج النادي الاهلي وظهرت النوايا. احنا ملناش حرب مع حد، لكن حربنا هيكون مع اللي يكون واخد موقف ده من النادي الاهلي. هنا الخلاف مع ليه بتقول خلاف مع الكاتب والمكتوب؟ لان مش عارف تفصلهم عن بعض. هو اللي بيقوله ده مش عارف تفصله عنه. لو هو مثلا استاذ محمد سيف كويس، ممكن هيقول راي موضوع النهارده وراي تاني تختلف معاه فيه، تقوم تناقش خلافك مع رايه، لكن صحيح. عارف جوهره صح، لكن واحد عارفه انه بيكرهك وموجود جواك عشان يكرهك، وانه متوظف عشان يكرهك، ويستمر في هذا الامر، يكره النادي الاهلي وهيكرهنا انا بعد كده طبعا، لان انا اللي لقيت هذا النقوص، واللي الايام بتثبت فيه كل يوم ان كان من الخطوره أن يدفع بهؤلاء إلى المشهد الإعلامي والمشهد في دولاب العمل. لما أقول دولاب العمل، هو الشرقاوي ده الأستاذ محمد الشرقاوي الزميل الفاضل مش كان في لجنة البرامج عندنا؟ ما هو ده دولاب العمل صحيح. أمال ده إيه؟ الأستاذ صلاح يحيى كان فين؟ في القناة. في القناة وفي النادي. في النادي وفي النادي المتحدث الإعلامي عن مدينة ناصر. أيوه. إذن هذا دولاب العمل. ناهيك بقى عن ناس ما حدش يعرفهم كانوا ماسكين الوسائل الاعلاميه بتاعتنا. فالوضع خطير وما زال خطير، وما زال اذا لما نتنبه يوما بعد يوم، وكل كلمه لازم يترد عليها، لانه هيفضلوا يلحوا على ان الاهلي ونادي الدوله والحكام والتقاليد والقيم. يعني ايه تقاليد وقيم؟ وهيفضلوا ينخوروا لك في تاريخك ويشككوك، وفي ناس بتحب تسمع الكذبه وتصدقها، فهيبتدوا فالرد ان يتكلموا كل يوم. يا استاذ ابراهيم لازم نرد كل يوم.